معايا على الهاتف سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ أمير. أهلا بيك. يعني هذا الفصل قبل الأخير لهذه المحاكمة، هل يمكن للمستشار الرشيدي أن يطلب أجلا مرة أخرى ولا توقعاتك إيه؟ من الناحية الإجرائية يجوز للمحكمة أن تمد أجل الحكم أكثر من مرة حتى تتم مداولاتها وتصدر حكمها، هذا من الناحية القانونية الإجرائية. لكني أتوقع أن يصدر الحكم اليوم بعد لحظات بإذن الله لنضع حدا فاصلا لهذه المحاكمة التي سميت بمحاكمة القرن والتي يترقبها العالم بأسره. سيادة المستشار، يعني كان في تقارير أجنبية بالأمس بتقول إن المصريين فقدوا الاهتمام بهذه المحاكمة لاهتمامهم أكتر ولتصدر قضايا الإرهاب ومستقبل الوطن، لكن اتكلموا أيضا عن طول فترات التقاضي في مصر وإن هذه القضية وإعادة المحاكمة وإعادة المحاكمة وإنه لسه في كمان خطوة أخرى، كل ده بيجعل الاهتمام يقل. يبقى الحقيقة إنه بشعور كده ببعض البطء في الإجراءات، ما ردك؟ بطء الإجراءات التقاضي عملة لها وجهان، وجه إيجابي ووجه سلبي. الوجه الإيجابي فيها أنه يعطي الفرصة كاملة لعدم أن يظلم أحد في مصر من القضاء. هناك إجراءات مطولة وأكثر من دائرة تنظر القضية، وبالتالي فإن تحقيق العدل يكون نصيبه أوفى من أن يكون غير ذلك. وله وجه سلبي وهو كما ذكرت إجراءات التقاضي نتيجة تكرار عملية المحاكمة بعد نقض الحكم. وأعتقد أنه قد آن الأوان، وما شهدناه في محاكمة القرن وفي محاكمة قضايا الإرهاب أن تكون هناك تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات ينقض أمام محكمة النقض فتتصدى من المرة الأولى للفصل فيه موضوعا وشكلا، لا أن تتصدى في المرة الأولى لنظره شكلا ثم موضوعا بعد الإعادة. لا، يجب أن نختصر مرحلة كاملة. مزبوط. إذا صدر حكم من محكمة الجنايات فإنه يطعن عليه بطريق النقض، ومحكمة النقض تعتبر درجة ثانية تنظر الدعوة برمتها بداية ونهاية وتسدل الستار عن الدعوة. طيب سيادة المستشار، المرحلة القادمة، يعني دلوقتي صدر الحكم بأي ما يصدر بعد قليل براءة أو إدانة أو ما إلى ذلك، المرحلة القادمة يمكن أن يطعن كما فهمنا وأرجو أن تصحح لنا، إما تطعن النيابة أو يطعن المتهمون أيضا، المرحلة اللي جاية بقى بتبقى مدتها إيه؟ إعادة محاكمة يا سيادة المستشار مرة أخرى ولا إيه بالظبط أمام محكمة النقض؟ أيا ما كان الحكم الذي سوف يصدر اليوم إدانة أو براءة فإنه يكون عرضة للطعن عليه ممن لم يرتضيه، سواء من المتهمين أو من النيابة العامة، مرة أخرى أمام محكمة النقض. ومحكمة النقض في هذه الحالة إذا نظر هذا الطعن أمام غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر فإنه تحيله إلى محكمة النقض التي تتولى المحاكمة الموضوعية، أي تتحول محكمة النقض من محكمة قانون إلى محكمة جنايات موضوعية وتصدر حكما في الدعوة إما إدانة أو براءة أيا ما كان الحكم الذي تقتضيه. وهذا الحكم يعتبر حكم بات لا يجوز الطعن عليه. طيب. بأية وسيلة أخرى. التوقيتات بقى يا سيادة المستشار، بمعنى هناخد نفس وقت، يعني الجلسة الأولى كانت أو المحاكمة الأولى 45 جلسة، المحاكمة الثانية 55 جلسة، احنا بنتكلم على 100 جلسة 1300 وحاجة يوم، هل احنا متوقعين نفس المدة يعني كمان سنة مثلا ولا كمان 8 أشهر أخرى في هذا الطعن أمام النقض؟ طول إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات سببها أن محكمة الجنايات من حقها أن تقوم بتحقيق الدعوة تحقيقا نهائيا كاملا، فتملك أن تنظر في أن تسأل جميع الشهود الذين سبق أن
استمعت إليهم محكمة الجنايات، ولها أن تندب خبراء آخرين، ولها أن تمارس كافة صلاحيات محكمة الجنايات السابقة. وبالتالي فإنه من الناحية النظرية، أنا أقول من الناحية النظرية، يمكن أن تطول المحكمة أمام محكمة النقض عندما تنظر الدعوة موضوعا إلى مثل الفترة الزمنية التي قضتها محاكم الجنايات السابقة. هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية، فإنه إذا لم يتمسك الدفاع عن المتهمين بضرورة سماع كافة الشهود الذين تم الاستماع إليهم أمام محكمة الجنايات، أو يتقدم بطلبات جديدة لند خبراء أو لفحص أدلة أو غيرها، فإن محكمة النقض يمكن أن تقضي في الدعوة في جلسات أقل. بس يعني في النهاية جلسات أقل بمعنى إيه؟ يعني بدل 55 جلسة ممكن 45 جلسة مثلا أو 35 جلسة، نحن أمام يعني سنة مثلا أخرى أو أقل ربما. هذا أمر وارد، هذا أمر وارد، وعلى كل العدالة يضيرها أكثر ما يضيرها أن تفتئت على متهم واحد من أن تبرئ 100 متهم. صحيح. وحين يكون حكما باتا لا رجعة فيه ولا نقد عليه ولا استئناف ولا أي حاجة، لا مطعن عليه، لأنه يعتبر عنوان للحقيقة ويحوز قوة الأمر المقضي فيه التي تعلو حتى على اعتبارات النظام العام. لكن في هذه القضية اليوم مستشار محمود الرشيد يستطيع أن يحكم بما هو أقصى أو هو أخف من الحكم السابق؟ إذا كان الطعن من النيابة العامة على حكم الإدانة، ففي هذه الحالة يجوز لمحكمة الجنايات أن تسترد كامل حريتها في أن تطبق العقوبة التي تراها. أما إذا كان الطعن من المتهمين دون النيابة العامة، فلا يضار الطاعن بطعنه، ولا تملك محكمة الجنايات أن تقضي بأكثر مما قضت به المحكمة الأولى، وكل ما يكون لها أن تخفف الحكم أو أن تقضي بالبراءة. وإحنا عندنا في هذه الحالة اللي إحنا قدامنا النهاردة الاثنين طعنين، النيابة طعنت على البراءات والعدلي ومبارك، وطعنوا أيضا على الأحكام، وبالتالي الأمر مفتوح أمام سيادة المستشار. أنا أعتقد أن النيابة العامة طعنت على الحكم برمته، سواء الذي صدر على مبارك أو الذي صدر بالبراءة، وقد قبل طعن النيابة العامة كما قبل طعن المتهمين أيضا، وبالتالي استردت محكمة الجنايات كامل حريتها في تطبيق العقوبة التي تراها غير ملتزمة بالأحكام التي صدرت من قبل. يعني إذا ممكن يتحكم عليهم بسنة بخمسة، يحكم عليهم بالبراءة بأي أرقام، بمؤبد أو قد نصل إلى إعدام، يعني دي أحكام كلها واردة بما فيها البراءة. المحكمة استردت كامل حريتها في تطبيق العقوبة التي تراها، بدءا من البراءة وانتهاءا بأقصى العقوبات المقررة في القانون. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات القيمة سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات.